ثقيله تبب الراس الحين حسافه تحذف ها، ومو بس كذي ثقل ما شاء الله. خلينا نشوف امل هذه المسكه اللي قدامي الحين ها. اي انا شلون نشيلها الحين؟ هذه تشال، هذه تصير ثقيله عشان فيها احجار كريمه، ترى اللي تحت فيها انواع من الاحجار الكريمه. خلي شوفها نواف، هذه مسكة من المسكات فيها أحجار كريمة. إيه أطرافها كلها فيها أحجار كريمة. أوكي. لا شيليها بعد فوق، صعديها مع الشمر بعد 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 بعد. هذه إيه تشوفون هذه تحت، هذه فيها هني كل أحجار كريمة ما شاء الله، وهذول الدندوشتين معاهم طبعا ها كريستال فيهم. انزين هذا شوافسكي، هذا شغل ايدك كله. ايه كله بالبدايه. انزين الافكار انت وين تجيبينها؟ وين تاخذين هالفكره الافكار اللي تسويها؟ والله شوف انا اروح اشتري مواد واحط، وطبعا هذا الشغل مثل المواد هذه قولي لنا انها تاخذينها يعني في منهم والله مو من الكويت، منهم اسافر الصين وفيها شغلات هناك تضيعين. تجيبين المواد هذه؟ اخوي. ايه اخوي الله خير كل ما سافر يجيب لي. نوجه له تحيه. ايه حلو واحد يوقف مع اخوانه وخواته. اي ايه والله. فتجيبينهم ايبهم، بس احط المواد واحط المجسم، سبحان الله تجي الافكار واصير اشتغل واشتغل مزاج يعني. زين في احد يساعدك امل؟ حشا والله. بروحك؟ بروحي. وافكارك انت؟ وافكاري لا عادة يعني في المشاغل، الملابس عادة يبون الهنود ولا الفلبينيين ولا مصممين يساعدونهم، فما انت ما عندك عمالة؟ ما عندي ما عندي يعني من الالف للياء هذا شغلك. اسوي اكسسوارات ايدين لا لا نتكلم على مسكات لا هذا لا انا صرف يعني من الاي تو زد كله. زين في مسكات يصير عليها طلب اكثر من مسكات ثانيه؟ حسب البدلات، مثلا الحين هي لما تجيني العروس تقول لي مثلا ابي مسكه، اقول لها شنو بدلتك؟ منفوشه من فوق ولا من تحت؟ هي جايه ضيقه كذي، حسب المسكه، يعني تجيني واحده نفشت نفلفها من فوق. نعم. تاخذ واحده كبيره ما يصير. اكثر شيء طول السنه مواسم العروس طبعا. أي. متى تحسين الطلب يصير على مسكات الورود؟ بالصيف. في الصيف؟ ايه. هذا ما انت بروحك قاعد تشتغلين، ما يعني يصير عليك ضيق الوقت والتكلفه ولا شلون؟ لا انا لاني طول السنه اشتغل، عرفتي؟ يعني انا طول الوقت اشتغل، مو الا يطلبون مني. نعم. لا يو يطلبون، انا عندي كتالوج كامل الحين اوريك اياه. في هذه فوق 90 نموذج. زين يطلبون ماكو واحد نفس الثاني. اي جتك الحين وحده وقالت لك او 10 يولك في الصيف. اي متى تخلصينهم؟ في منهم جاهز، في منها تبي تضيف تبي تشيل، اذا عندها يعني هي تبي. نعم. شغله جديده هي تبي شو اسمه شيء مميز تعطيني اياه وانا ارسم لها اياه واسوي لها اياه عادي يعني. انت تحبين الرسم امال؟ والله لا بشغلي. عندك ميول في الرسم؟ ظاهر انت فنانه. لا لا ايه؟ انا فنانه بالشغل كذي، هذا الشغل. ايه؟ يعني تعرفين انا لو تسالين بناتي اقول لهم هذيلا بناتي بعد. صحيح. بكثر ما احبهم. زين. احب شغلي. الشغله كم تاخذ منك الحين؟ خلينا نشوف الحين اللي يمك هذه المسكه. هذه؟ لا الاخر وحده. هذه. ايوه. هذه تاخذ وقت وايد. ثقيله؟ هذا كله يتلبس. هذا؟ اي شوفي تلبيس بطانه وتلبيس فوق بعد. اي انزين. اي فهذه مسكه من المسكات. اسبوع لعشرة ايام. اي انزين هذه لا مو ثقيله وايد زينه. اي لا انا اقصد هذا إيه؟ الشغل هذا إيه؟ ياخذ وقت، عرفتي شلون؟ إيه؟ ياخذ منك وقت، زين؟ هذه طبعا خفيفة. هذه لا خفيفة. هذه يعني هذي يومين إذا شفت ثلاث أيام إيه؟ لأنها هي أصلا جاية من دوكرة خالصة. هذه؟ إي فأنا شنو إيه؟ يعني هذا هي النجمة المجسم نفسه إيه؟ جاهز، اشتغلت عليه هو، يعني ما أخذت مني وقت يمكن حروة ثلاث أيام. اي أيوة والله حلوه هذه. يعني شوفي هذه لما تاخذها وحده لابسه. زين بحاكيك على ايامك شو اسمه وايامنا يعني كان فيها سوالف. الله يرحم ايامي وايامك. لا 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 ما فيها المسكات هذه. مفتكين الريايل قبل ها؟ افتكوا قبل اول والله الحين البنات اللي هم مساكين شايلين هم المسكه يعني لها أيه. وقت عندهم. زين والله حلوه أيه. هذه المسكه.
زين. قولي لي أمل، الحين ما شاء الله لا إله إلا الله تبارك الرحمن، وايد المسكات، وهذه شكلها قريب بعد أقدر أطلعها ولا يصير فيها شيء؟ لا لا، ها؟ من فوق تنسك. تفضلي تفضلي. لا لأنها خلينا نشوف هذه شو اسمه أمل. نعم. إيه تشوف مبينة المسكة. إيه لا اوقفي امل لا سمح خليك بعد. اي خلي تشوفون ما شاء الله. هذه شنو هي؟ هذه سابقتها؟ لا خلاص بس خلي ايدك مكان. لا خلي ايدك. سابقتها مو سابقتها؟ لا لا. اي اي انزين. هذه فيها قلب، يعني هذا القلب هو تقدمه هديه حق 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 الحبيب والزوج. عسى يقدر. ها؟ لا يقدر بعد اكبر من هالقلب. اذا بعد واحده تجيب لك قلب عود شيء ثاني. هذه بعد مسكة ثانية. هذه ما تطلع ما شاء الله ثقيلة. كأنها ثقيلة هذه. مو ثقيلة هذول، ما مو ثقاب. انت لا تنسين العروس ترى بتوقف الحين، صار تمشي وتوقف شوي، واذا ضعيفونا مسكين الله يعين ايدها يا امل. اعتقد هذا فيها ثقل شوية المسكة، بس وايد حلوة هذه، عجبتني. هذه عشان حلوة فيها الشك، هذا هو ثقيل، هذا بروحه ثقيل. عرفت شلون؟ زين. وهذا شنو؟ هذه سلة ولا شنو هذا؟ هذا عصا عصي ولا شنو؟ مثل نوع من القصب. اي كذي. وانت سويتيها ولبستيها هاللبس هذا كله. وطريقة الورود، هذه الورود جاهزة. ها هذه بس. اي بس حلوة وايد وايد حلوة الفكرة، حلوة وخوش مسكة. الحين اللي بيدي هذه ماسكتها انا، كم سعرها يا امل؟ هذه 180. هذا 180 دينار. ما شاء الله. زين ما تسوين خصم؟ اسوي خصم عندك. زين، لانه علي هالايام المعاريس وايد يا امل، تكاليفهم كثيره. اي انزين نشوف هذه المسكه بعد اذنك. اعطيني اياها هذه. اي هذه كنها زينه هالمسكه هذه، نشوفها. انت ملاحظه يعني كل وحده تختلف عن الثانيه حتى في المسكه مالتها. هذه هذه فيها عصايه من وراء. اي تقدر تمسكها بالطريقه هذه يصير اسهل. كنا هذه سهله. اي هذه مسكتها. اي هذه سهله. هذه كم سعرها الحين؟ هذه 150. هذه 150. زين تفضلي. كنا اسعارك غاليه امل. لا والله اسعاري. لا انت ما رحت بعد؟ بعد ما رحت. ما شفتي؟ ما شفتي بعد ما زوجت عيال؟ اذا زوجت ان شاء الله تزوجينهم بحيل الله. اي هذه هذه كنها شكلها حلو ورخيصون. نعم هذه. اي هذه رخيصه. اي كم هذا الحين؟ 140. هذا 140. شنو اللي فيها 140؟ فيها اشياء، فيها اشياء هي انا شريتها غاليه اصلا، وشغلها هم تلبيس هذا. شوفي في حتى الخامه اللي ملبسها هذه مالتها، هذه يعني هم غاليه. عرفت شلون؟ المواد غاليه بعد. أوكي. مو بس الشغل، بدل لا تنسي شغل الايد وايد وايد ياخذ وقت. ياخذ وقت، ومو بس وقت، خذ عيون بعد. زين يعني اعتقد روادك اللي يجون من اي شريحه من الشرايح؟ الغنايل، ذوي الدخل المحدود، ولا؟ والله عادي كل. انا اللي يوني يعني انا اشوف ما شاء الله، لان الحين الوحده تروح تشتري لها نفنوف ب 600 ب 700 دينار 800، ويمكن تخيطه اول لبسه على بس مو كلهم امل. لا مو كلهم، مو كلهم. تاجير تاجير النفنوف بكم؟ تأجيره 400. أنا مأجره إنزين 400 دينار. إيه؟ أحط عليهم 200 أشتري واحد، أحط عليهم 300 أخيطه جاهز. إنزين. يعني حق بنتي لبسة أولى. فهذا يعني هذا مو بس أنا عندي، أنت الحين لاحظ كل شيء، كل شيء غالي. إذا أنا أشتري مواد غالية وأنا أعطي من وقتي يعني وأخذ مواد زينة، ما أخذ، أنا ما طالع السعر قبل ما أخذ المادة. نعم. لا يمكن أخذ وبعدين احاسب. عرفت شلون؟ يعني يهمني تكون السلعه زينه. عرفت شلون؟ عشان اشتغل فيها، لان انا احب شغلي. نعم. احبه يطلع بصوره حلوه. الوحده قلت تاخذ منك من شهر لشهرين شغلك فيها؟ إيه لا الوحده اسبوعين. هذه الحين البيضه كم اخذت من عندك؟ لا هذا اسبوع. هذا اسبوع. إيه؟ اكثر شيء خذ منك ايش كثر؟ والله وحده اشتغلت فيها هذه. هذه 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 اخذت شهر. الكرة هذه اخذت شهر من عندك؟ ريان. شو اسمها؟ ريان. على هذه رخصتي انا. هذه ترى امل
أمل مسميتها ريان. إيه ريان. ليش سميتها كلهم ريان؟ كلهم لهم أسماء إذا تلاحظين في الكتالوج. صحيح؟ كلهم. هذه اسمها الحين ريان. إيه زي. ريان. وهذه كم قلت سعرها؟ هذه والله ناسية. نسيتها؟ عندي أنا صاير تعرفين 90 مسكة زين. موجودة عرفتي؟ زين أنت من خلال المعارض اللي تعرضين فيها منتوجاتك وإبداعاتك ما شاء الله مشغولاتك هذه الفنية الراقية ما فكرتي تفتحين محل؟ والله فكرت حيل فكرت مو شوية ورحت حق المشروعات الصغيرة على أساس وين المشروعات الصغيرة؟ سمعت فيهم إن يساعدون وين الجهة اللي رحتي لها؟ هم اسمهم المشروعات الصغيرة أوكي في الديرة إنزين رحت لهم ودرسوا مشروعي مدة سنة كاملة سنة يدرسون في مشروعك؟ سنة كاملة وبعدها طلعت بنتيجة زينة اللي هي قبلوا في المشروع وسووا لي يعني دراسة جدوى فيه نعم. وطلع يعني قالوا لي راح يكلف كذي ويصير كذي واحنا بنسوي لك كذي انت تاخذين كذي يعني قسموا احنا كل بنوقف شيء. عند المشروعات الصغيره وناخذ اتصال ونرد مره ثانيه ان شاء الله نقول الو 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 هلا اختي فاطمه شلونك حبيبتي هلا هلا عساك طيبه الحمد لله بخير شلونك انتي الله يا قلبي لو تقصرين بس على التلفزيون يا فاطمه الله يرضى عليك انا مره واحده اي قصرتي عليه عشان الصوت اي قولي لي يا فاطمة ما شاء الله عليك أنتي نظمتي معرض أمس خلص صح؟ إن شاء الله وكان في معرض قبل نبيك تكلميني شلون تولدت عندك الفكرة المعرض اللي سويتيه والمكان أنتي سويتي في رابطة الاجتماعيين في العدلية صح؟ إي بس بالأصل كنت بنادي الفتاة إي نعم كلميني عن هالموضوع هذا وبسألك بعدين إن شاء الله اولا السلام عليكم وان شاء الله والعيد عليكم يعيد عليكم بالصحه والسلامه والحياه ان شاء الله يروحون يوم بالسلامه امين حج مقبول ان شاء الله وذنب مغفور الفكره تكونت عندي من تقريبا فوق 20 سنه في نادي الفتاه عشان انا قيمه مؤسسه بنادي الفتاه نعم فالفكره نمت عندي ان يعني حبيت يعني هذه الفكره اني ودي اني اشجع البنات الشباب يعني عشان انا ما خذيت يعني بس الشباب اللي عندهم ابداعات وافكار ومنتوجات ابداعات إيه؟ يعني امهاتنا الكبار اللي تسوي اشار اللي تسوي معمول اللي تسوي مخلط اللي يعني عند ابهار كل شيء عندهم زين فهذه كلها هوايات قلتي يعني باخذ هالجماعه هذه او الشريحه هذه خليني اونسهم واشجعهم ويطلع منهم شيء نعم يعني اذا هم الكبار وفي ناس بديتي معرضك في نادي الفتاه في نادي الاول الفتاة الاول قبل في ايام حتين الشيخه صبيحه الله يرحمها الله يرحمها الله أي. كانت يعني وايد هي اللي دعمتني نعم في هذا الموضوع عقبها هم تولت الفكره عقب عينها الشيخه فريحه نعم وبعدين انا يعني رحتي نظمتي الحين خلال رابطه الاجتماعيين عشان انا عندي يعني ونادي الفتاه ظل هو الاساس بس ان انا احب اني اتطوع واحب اعطي فالحين عندي رابطه الاجتماعيين عندي اولياء امور المعاقين نعم تحبين تخدمين احب كل اخدم البلد باي موقع في اي موقع اي بلد باي موقع احب يطلع اسم الكويت واسم البنات الكويت شباب الكويت واحنا معاك يا فاطمه قولي لي يعني فاطمه شيء وايد حلو هذا اللي ايش كثر تقدمون للمشاركه في المعرض والله ما شاء الله يعني مرات يعني يوصلون لل100 وفوق زين هل المكان يسع المكان عندك المكان يسع طبعا رابطة الاجتماعيين انا شفته رابطة الاجتماعيين اوصل معاهم انا لتقريبا الستين ستين بالموقع ستين مشاركة الطاولة كم تاخذون عليها؟ الطاولة 50 دينار 50 دينار تاخذون الطاولة المدة؟ المدة اسبوع لمدة اسبوع والاقبال على هالمعرض هذا والله حلو يعني انا المعرض الاولاني سويت الطاولة 50 نعم. المعرض حاولت قلت اني ودي اني اعطي بعد شيء حق ازيد شيء وابي اهم اعطي شيء للرابطه علشان هو رئيس الرابطه عبد الرحمن التوحيد نمسي عليه ووجه له تحيه كبيره رجل ونعم الرجال ويحب يساعد ويقول لك سوي اللي تبي تسوين خدمه للبنات الكويت زين ارتفع السعر من 50 الى 100 دينار هم بعد الهدف شنو الهدف هم عندهم يساعدون يعني الناس المحتاجين الطلاب اللي مثلا في افريقيا وما افريقيا هذا هدف من هدف جمعيتهم
زين فحبينا ان احنا ننمي شوي هذا شلون صار الموافقه؟ وافقوا على انه من 50 ل 100 دينار ولا في صار في تحفظ في هالموضوع؟ في ناس قالوا لا وايد، وناس على انهم يعني تشوفين مرات يشاركون ب 700 بارض المعارض وب 300، بس ما ادري ليش يعني